وتاريخ وحضارة نعتز بها نحن كسودانيين. وللأسف الشديد لربما يكون جيلنا الحاضر لم يجد حظه من قراءة ذاك التاريخ بالصورة التي قرأناها نحن، ولكن نحن اليوم نشكر الله سبحانه وتعالى الذي هدانا لهذا العمل، وأن نكون في منطقة مروي لنعيد التاريخ ولنضيف إنجاز استراتيجي لهذه المنطقة. ولما أقول استراتيجي فعلا أعني ذلك كلمة استراتيجي بمعناه الأصل، لأنه سيحدث نقلة في كل المجالات، مجال الاقتصادي الاجتماعي الزراعي كل هذه الأشياء. وهنا ما شاهدناه اليوم ما تم إنجازه يجب علينا، بل لزاما علينا أن نزجي الشكر والتقدير للإخوة في وزارة الري والموارد المائية وكل المستشارين والعاملين الذين قاموا بهذا العمل في هذا الموقع، ونشكرهم وشكر خاص لأنهم أوفوا بالتزاماتهم لأصحاب حواكر هذه المنطقة وعوضوهم. في حديث سبقني بعض الإخوة لكن لابد من أضيف عليها بعض الشيء. نشكر الأخ بروفيسور مجذوب في إقامة المعهد، ولكن حديثنا كله الآن انصب في قيام السد وما ينتج من الكهرباء. أيضا سبقني الأخ وزير المالية في أنه يجب أن يكون هناك أنشطة من الآن تبدأ لمصاحبة هذا العمل الكبير، بمعنى أنه أهم حاجة لاحظناه الآن أنه الصفاية الهواء والتراب والأشياء دي كلها. طيب في معهد علوم الصحراء، هذا المعهد على ما بال ينشئ وكذا، أنا أفتكر بياخد فترة طويلة، لكن يمكن الأخ وزير الزراعة الدكتور ميزوب يمكن يؤمن ما قلت أنا. الآن نحن لدينا علماء في مجال علوم الصحراء، علماء كثيرين جدا، وفي قسم عندهم في وزارة الزراعة دي العلماء، والله يمكن من الآن البدء في الدراسات للأحزمة الزراعية الممكن تتعمل، ويربط هذه الأحزمة بإخواننا هسه حاليا الرحلة الجايين هذه المناطق أساسا هم بطمعهم يا دكتور. الأحزمة تكون في مناطق مختارة ومخططة ويكون في إسكان لهم من الآن معروفة. أيضا الري هل حيصلهم أم لم يصلهم وماذا يعملوا؟ أنا أفتكر ده بيساعد كثير جدا جدا الأحزمة وربطها بالإسكان. في أنا أفتكر برضو بعض الإخوة ما في من آخر رئيس يمكن في تجربة عند بعض الإخوة في دولة الإمارات العربية المتحدة. أنا الليلة ما شاهدته وما شاهدته في دولة الإمارات المتحدة لما كان بيزيحوا الرمال من الشارع وبكرة بيجي بيلقوه الرمال جات، كان أكوام. اليوم هم عندهم أيضا جائزة الشيخ زايد فيما يتعلق بعلوم الصحراء، وهنا مشاركين فيها كل علماء السودان، مش شاركوا بل أخذوا بتاع دي. عندهم تجربة ثرة حق ونحن نستفيد من هؤلاء. هذا المشروع حقيقة برضو مسرور جدا لأنه استجاب لطلب شيخ وأنا بعتبره أنه حكيم في زيارته مع الأخ الرئيس في منطقة حلفة دغيم. هو استمع للزيارة كل المسجد ناس طلباتهم كثيرة جدا، قالوا يا أخ الرئيس أن إحنا ما عندنا أي طلب، عندنا طلب واحد بس، دايما نشوفك أنت يوميا. بهذه الكلمة هو حقق كل أهدافه، وكان الأخ الرئيس أصدر توجيهاته للأخ الشهيد الحي محمود شريف وقام بإنجاز ذلك. لا أدري هل الآن كل يوم بيشاهدوا الرئيس، لا، لكن هذا المشروع سيتركه مشاهد الرئيس يوميا وفي كل لحظة. ثانيا إخوة أدروب، ناس أدروب في بورسودان، بورسودان هو ثقلنا نحن، ده الميناء الرئيسي الوحيد في السودان، يشكو من الكهرباء ويشكو من المياه. أنا أفتكر هذا المشروع أنا أفتكر حل مشكلة كثيرة جدا جدا كويس.
برضو للإخوة العاملين في 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 المشروع أريد أن أنبه بعض المعلومات اللي عندنا أنه في تغيير المناخ بضي منطقة صحراوية صحيح وكذا وفي أمطار بتجي، لكن التغيير المناخ قد يحدث بعض الأشياء يمكن ما موجود في الحزان في الحزبان، ولذلك لابد من الناس تعمل فيها، يمكن في جليد في أشياء بتجي في أمطار بتجي لابد من الناس تعمل فيها. الإخوة في وزارة الري والموارد الطبيعية لا نستطيع أن نقول لكم أي شيء آخر كمان، فقط نريد أن نرى نفس المجهود في خزانة روسيريس، تعالية خزانة روسيريس وفي خزان جبل مرة. وأرجو آخر رئيس الاجتماع القادم يكون بدعوة من الأخ وزير الدفاع في كرنويا. شكرا جزيلا. نهار دكتور بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الخلق أجمعين. شكرا لك أخي الرئيس، وأرجو أن لا يكون هذا الترتيب مقصودا. حقيقة قد يكون حديثي فيه نوع من التكرار، لكن رأيت أنه ليس من الذوق والأدب والأخلاق في أن نكون في هذه الجلسة التاريخية وفي هذه الزيارة التاريخية وأن نشاهد هذا المشروع التاريخي، وأنها حقيقة لحظة تاريخية. أردت أن لا تمر هذه اللحظة وأن لا أقول فيها كلمة، بالرغم من أن الإخوة الذين سبقوني قد قالوا ما أود أن أقوله. فالشكر أولا لله سبحانه وتعالى على هذا الإنجاز الكبير، ثم ثانيا الشكر لكل الإخوة الذين قاموا بإنجاز هذا المشروع، سواء كان تخطيطا أم تنفيذا أم تمويلا، بدءا من الأخ العالم الجليل الأخ وزير الري وأخ وزير الدولة بوزارة الري الأخ أسامة، والإخوة المهندسون الذين قاموا بتنفيذ هذا المشروع. وحقيقة ما شهدناه اليوم أو ما شهدته اليوم قد فاق ما كنت أتصوره وما كنت أتخيله، لذلك لابد من الإشادة بهذا الجهد الكبير. وأنا أفكر هل في السودان هناك مشروع يوازي هذا المشروع من الضخامة ومن حيث النتيجة التي ستوصلنا إليه هذا المشروع. لقد سجل التاريخ أو سيسجل التاريخ هذا اليوم في أن السودان في لحظة في يوم 20 من مارس 2005 قام مجلس الوزراء برفقة الأخ رئيس الجمهورية أو بقيادة الأخ رئيس الجمهورية بزيارة سد مروي، وتم عقد هذه الجلسة التاريخية. حقيقة فكرت في مشروع الجزيرة وفي مشروع المناقل وفي خزانة الرصيرس وفي كل المشاريع الضخمة، هل هذا المشروع يوازي أم يفوق هذه المشاريع؟ صحيح أنا لست من الإخوة من قبيلة المهندسين أو من القبائل أو قبيلة أيضا الاقتصادية حتى أستطيع أن أقيم، لكن في تقديري الشخصي أن هذا المشروع هو من أضخم المشاريع التي مرت على السودان أو في تاريخ السودان الحديث على الإطلاق. فأخي الرئيس
التهنئة المقدمة حقيقة هذه التهنئة لك شخصيا وللأخ الوزير الري ولمجلس الوزراء لا لشيء مجلس الوزراء قد يكون لم يساهم مباشرة لكن أفتكر أن هذا المجلس أيضا محظوظ جدا أن يكون في فترة هذا المجلس مثل هذا الإنجاز الضخم ومثل هذا الإنجاز التاريخي الذي سيسجل في تاريخ السودان. أيضا أهنئ الأخ والي ولاية الشمالية لا ما شمال كاشا يا أخي في هذا اليوم ليس يوم مزاح يا هذا يوم الجد والشعراء والأدباء تحدثوا فأخي الوالي أيضا أنت يعني لا يسعني إلا أن أهنئك وأهني كل الأهل بالشمالية على هذا الإنجاز الضخم وعلى حسن استقبالك لنا وعلى حسن استقبالهم لنا. والأخ الوالي أنا أشيد به من دون الولاة ليه؟ لاهتمامه الشخصي بالتعليم وممكن نرجع للريكورس بنجد أن الولاية الشمالية أيضا متفوقة في التعليم على الولايات الأخرى بالرغم من المناظر التي شاهدناها التي تدل على الفقر المدقع لكن بالرغم من ذلك هذه الولاية متقدمة ومتفوقة وقد كان معي الأخ الوالي في زيارة لوزارة التربية الاتحادية قبل أيام قلائل مضت وكنا نتحاور في قضايا التعليم وكان مهتم جدا بقضية تعليم الرحل في هذه الولاية. أنا قصدت أن أقول في الختام بأن الأشياء العظام والقضايا العظام والمشاريع الكبيرة والعظيمة لا تنجز إلا برجال عظام يستحقون الشكر والثناء والتقدير. شكرا سيد الرئيس. أجيب الخير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأخ الرئيس أولا أرجو أن أضم صوتي إلى كل الذين تحدثوا عن أهمية وحكمة انعقاد هذا الاجتماع في هذا المكان وفي هذا الزمان وأضم صوتي أيضا شكرا وتهنئة إلى إخوتي في وزارة الري على حسن الإعداد لهذه المناسبة وأيضا لحسن العمل في مجال تنفيذ المشروع وأشكر أيضا أهل هذه الولاية لما قدموا من تضحية مكنت لهذا المشروع أن يقوم وأنتهز أيضا هذه المناسبة وأخرج الاجتماع من طابعه الاحتفالي لأترحم باسمكم وباسم وزارة الخارجية لأحد أبناء هذه الولاية الذي كان مهموما بقيام هذا المشروع وسعى كثيرا لتأمين الدعم له من المنطقة العربية وهو البروفيسور أحمد عبد الحليم فله الرحمة والمغفرة ونسأل لأسرته ولأهل هذه الولاية العزاء والسلوان. وأتفق أيضا مع الذين تحدثوا أيضا عن مقاضي انعقاد هذا الاجتماع وعن أهمية المشروع خاصة وأننا في مرحلة تقف أمامها أهم التحديات وهو الحفاظ على وحدة هذا البلد ولعل قيام هذا المشروع في شمال السودان يشكل صمام أمان بأن هذه الوحدة تمثل تكاملا بين شمال السودان الذي ينتج الكهرباء وبين جنوبه الذي ينتج البترول وأن الذين يتحدثون في الماضي عن أن إذا ما مضى الجنوب
فإن الشمال سيموت جوعا، فهذا المشروع يشكل رد على أن إمكانية التكامل وإمكانية الوحدة بين شمال السودان وجنوبه قد أصبحت الآن حقيقة، وأن لا الجنوب يستطيع أن يستغنى عن الشمال ولا الشمال يستطيع أن يستغنى عن الجنوب، وكل منهما يمكن أن يشكل دعما لأخيه. وهذا هو التفكير الاستراتيجي في هذا المشروع، ونتمنى أن يكون المشاريع التي نسعى إلى تحقيقها في المستقبل هي مشاريع قائمة على هذا التكامل، سواء التكامل بين شرق السودان وغربه أو بين شرق السودان وشماله مثل ما هو الحال اليوم. السيد الرئيس، كما ذكرت بأنني أرقب في أن أخرج هذا الاجتماع من طبيعي الاحتفالي، لا أنتهز هذه الفرصة لأن أتقدم ببعض المقترحات علها تعين إخوتنا القائمين على أمر هذا المشروع. فأول هذه المقترحات بأن هذا المشروع له منافع اقتصادية كبيرة، ونتمنى أيضا أن يكون لهذا المشروع ذات المنافع الاجتماعية الإنسانية التي تفوق المنافع الاقتصادية، حيث يمكن هذا المشروع أهل هذه المنطقة وأهل هذه الولاية من إقامة تنمية اقتصادية اجتماعية جاذبة ومنعكسة على التكامل مع ولايات المنطقة، وأن تبرز هنالك مشاريع وبرامج محددة تقدم إلينا لنقف عليها حتى نطمئن بأن هذه المشاريع التنموية الاجتماعية الإنسانية هي مماثلة للمنفعة الاقتصادية التي تتأتى من هذا المشروع. ثانيا، لقد وقفت على الوثائق الخاصة بهذا المشروع ووجدت أنها تتحدث عن نفسها من حيث الجدوى ومن حيث الأهمية، ووقفت على التضحية التي قدمها أهل هذه المنطقة حتى يقوم هذا المشروع على الوجه الذي قام به الآن. ولهذا أريد لهذه المشاريع ذات الطابع التنموي الاجتماعي الإنساني أن تقوم على أساس من التشاور والتنسيق مع أهل هذه المنطقة، حتى تكون مشاريع التنمية الاجتماعية الإنسانية في هذه المنطقة هي مشاريع تشاركية، مشاريع تشاركية بين الحكومة وأهل المنطقة، حتى لا تكون التنمية هي تنمية فوقية ولكن تنمية تشارك فيها أهل هذه المنطقة مشاركة فعالة. ولذلك فإنني أتقدم أيضا بالتوصي وبالمقترح إلى أن تكون كل مراحل هذا المشروع خاصة ذات الجوانب الإنسانية والاجتماعية هي مشاريع قائمة على الجانب التشاركي، وأن تسمح إدارة هذا المشروع بمناقشة المشاريع ذات الطابع الإنساني والاقتصاد والاجتماعي والإنساني، أن تتم مشاركة أهل هذه المنطقة مشاركة فعالة في تحديد هذه المشاريع وفي تحديد جدواها، حتى تصبح التنمية في هذه المنطقة هي التنمية قائمة على التشارك وقائمة على السند الشعبي والجماهيري. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك الرئيس. نضيف صوتي للإخوة الذين سبقوني بالإشادة بهذا المنهج، منهج تنقل اجتماعات مجلس الوزراء، وإنما بدأت هذا المنهج بإنعقاد أول اجتماع خارج الأمانة العامة في المتحف القومي، تساءل الكثيرون عن القصد من إنعقاد اجتماع مجلس الوزراء في المتحف القومي، والناس كتار حاولوا ينكتوا كمان، قالوا يمكن الخلاص اللي انغاز قرب تدخل المتحف. لكن الآن بعد أن انتقل مجلس الأمن من نيويورك إلى نيروبي، قلت دي إجابة كبيرة وقوية
بالنسبة للذين كانوا يتساءلون عن القصد من عقد اجتماع مجلس الوزراء خارج